نعم تفضل. شراء الذهب بالدين محرم، لأنه يجب في شراء الذهب أن يكون يدا بيد، إلا إذا اشترى الذهب بما لا ربا فيه، بأن يشتري الذهب بسيارة مثلا أو بطعام أو بلباس أو بأرض عنده مثلا. المهم إذا اشترى الذهب بشيء لا ربا فيه فلا بأس أن يتفرق قبل التقابض. وأما إذا اشتراه بدراهم فإنه لا يجوز التفرق حتى يتقابض الطرفان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أصناف الأموال التي بها الربا، قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا يجوز، لا يجوز أبدا، هذا ربا، هذا ربا، لا يجوز إلا أن يسلم المبلغ كاملا. إيش؟ وكذلك المبادرة بالذهب لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يتساوى في الميزان، وزن سواء، والثاني القبض قبل التفرق.